يوم عندنا درس إن شاء الله راح يكون عن الحماية، وطبعا الحماية قبل الاختراق، لأنه الحماية طبعا شيء أكيد، شيء مهم كثير بحياتنا، فلازم يكون عندك خبرة شوي عن الحماية حتى إنك ما تتعرض يوم من الأيام للاختراق أو حتى يعني للمضايقات من ناحية حدا يستفزك، حدا يعمل لك إشي يعني. فلازم يكون عندك شوي خبرة يعني في الحماية، لأنك أكثر الناس هسه حاليا بستخدم الإنترنت بشكل مستمر وبنزلوا أشياء كثيرة، فهو ما بعرف شو هو الاختراق شو هو الهاكر، فبظن إنه محمي بشكل كامل، لأنه بيعتمد إحنا العرب نعتمد على الأنتي فيروس بشكل أساسي. طبعا حتى إحنا نعرف شو هي الحماية، لازم تعرف كيف الهاكر، يعني كيف الهاكر بيخترقوا، يعني لازم تعرف انت المبدأ الأساسي كيف الهاكر بيخترق. طبعا الحماية لها عدة أقسام، منها القسم الأول اللي هو حماية الأجهزة، والقسم الثاني في عندك حماية المواقع، والقسم الثاني حماية مثلا الحسابات البنكية مثل البيبال الفيزا الماستر كارد إلى آخره، وفي عندك عدة حمايات أخرى، ولكن أنا راح أتطرق لهذول الحمايات لأنهن أكثر إشي مشهورات، يعني أكثر الناس بيستخدموهن. على أي حال، فزي ما حكيت لك إنه حتى إنك تعرف شو هي الحماية، لازم أنت تعرف شو هو المبدأ الأساسي اللي بيعتمد فيه الهاكر في الاختراق. هلا خلينا إحنا في اختراق الأجهزة. هلا كيف الهاكر بيخترق الأجهزة وشو الأساليب اللي بتبعها في اختراق الأجهزة؟ هلا في عندك أكثر، هو الهاكر بتبع أكثر من طريقة، وكل هاكر له فكرته الخاصة، وكل هاكر له طريقته الخاصة. كمثال، في عندك بعض الهاكر بيخترقوا مثلا عن طريق رابط مباشر، بحيث إنه بيرفع السيرفر، بيرفع سيرفر معين، سيرفر نجرات، بيفروست، أي برنامج بيستخدمه، فهو بيرفعه على رابط مباشر، بحكي لك ببعث لك رابط، بحكي لك فوت على هذا الرابط، أنت ما بتعرف إنه هو ملغم ولا هو ما بعرف شو بيكون فيه، فأنت بتكبس على هذا الرابط، تتفاجأ إنه في سيرفر بفوت على جهازك وبيشتغل تلقائي وبيتم اختراقه وانت ما بتعرف عنه هذا الحكي. طبعا برامج الانتي فيروس اوكي اشي مهم، ولكن ما بتعطيك حماية 100%، بمعنى انه سياسة الانتي فيروس تعتمد انه يكون مثلا هو بيقدر يكتشف لك البرامج الخبيثة، ولكن الهاكر بقلب بحاول انه ياخذ الانتي فيروس معاه، يعني يكسبه، بحيث انه الهاكر لما بده يخترق اي جهاز بشفر السيرفر، بشفر السيرفر بمعنى انه بغير قيم السيرفر، يعني بحيث انه يخلي الانتي فيروس يعتبره هذا البرنامج او هذا السيرفر برنامج سليم، يعني غير ضار للجهاز. فانت بتنزله او يعني بكون مثلا بعض الهاكر بدمج السيرفر مع برنامج، بحيث يعني برنامج الفوتوشوب او جوجل كروم او اي برنامج بدمجه معه، فانت لما تنزله على جهازك بيخترقك، فهو بيعتبره كانه زي كانه برنامج سليم. طبعا انا حاب يعني اعمل هذا الدرس، لانه للاسف انا بشوف كثير ناس من العرب حقل تجارب للاجانب، بحيث يعني انه الأجانب بيخترقوا في العرب وبتسلوا فيهم وبيضحكوا عليهم، وللأسف العربي ما عنده أي خبرة وما بحب يستطلع يعرف شو يعني يعرف أساليب الهاكر وكيف بيخترقوا، لأنه يعني في عندك ناس عاميين وناس يعني ناس عندهم خبرة وناس ما عندها خبرة. فأنا يوم بهيك على وعسى إنه قدر الإمكان الناس تقدر تشوف هذا الفيديو حتى انها تستفيد، ولو ما لو ولو كان ما لو حاب انه ما حاب يفوت في مجال الهاكر، على الاقل يعرف كيف يحمي نفسه. في البداية خليني افوت انا في الاشخاص الهكرية، يعني بحبوا يمارسوا الهكر. هلا الافضل الك
الأفضل إلك، يعني إذا أنت حاب تفوت في مجال الهاكر، يكون يعني تستخدم الهاكر في جهاز لحال، يعني جهاز مستقل لحاله، يعني جهاز يكون مخصص للهاكر. يعني لو في عندك أنت مثلا برنامج، عفوا كمبيوتر قديم يعني ما بتستخدمه، إنه بس الله تخصصه للهاكر، بحيث إنه لو يوم من الأيام هاكر كان ملغم لك برنامج اختراق، يعني كنت انت مثلا برنامج نجارات، لانه احنا اكثر الهاكر يعني بحاولوا يصيدوا الهاكر، بكونوا ملغمين برامج الهاكر بحيث انه يصيدوا اكبر عدد من الضحايا، لانه الهاكر مبتدئ بفكر حاله انه هو اللي بده يخترق، ما بعرف انه بعض الهاكر خبيثين بحاول انه يخترق هذول اللي ما عندهم خبرة، المبتدئين. فانه حاول انك يكون عندك برنامج مستقل بحيث انك تجرب عليه وتمارس عليه اساليب الهاكر، والكمبيوتر الشخصي اللي اهلك بيستخدموا عليه وبتردد عليه بشكل مستمر، حاول انك تخليه بشكل لحاله، يعني ما تستخدم عليه اي برامج. اوكي، هلا قبل كل اشي، دائما دائما ما تستقبل من حدا اي اشي بغض النظر، وإن شاء الله يكون أبوك ولا أخوك ولا أقرب الناس لإلك، ما تاخذ من حدا أي شيء، ما تضمن، تمام؟ يعني بمعنى مثلا حدا قال لك خذ هذا البرنامج أو فوت على هذا الرابط، مثلا أنا يوم من الأيام حكيت لك والله خذ هذا البرنامج نزله، أو أنت طلبت من حدا برنامج معين، وكنت أنت مثلا طلبت مني برنامج وأنا أعطيتك رابط البرنامج، الأفضل إلك أخي إنك لو حدا أعطاك برنامج معين إنك أنت تنزله من الموقع الرسمي تبعه، بحيث يعني تأخذ اسم البرنامج معين، تمام، أمره على جوجل أو أي موقع، بنزله من الموقع الرسمي أضمن لإلك، لأنه أكثر الهكر بكونوا ملغمين. ثانيا، أنا لما بدي أنزل، يعني أعتبر حالي أنا مبتدأ هكر، مبتدأ بدي أفوت في عالم الهكر، بدي مثلا أتعلم اختراق الأجهزة، شيء طبيعي انك مثلا تنزل برامج مساعدة للاختراق مثل النجرات، تمام، حاول انك تنزله من منتدى يكون مضمون، يعني عفوا يعني يكون مثلا منتدى هذا بتحس انه نظيف، يعني الاشخاص القائمين عليه ناس محترمين، ناس موثوق فيهم، ولكن مع ذلك بروح انا افحص، انا قبل ما انا افوت، عفوا بس خليني اوقف الشرح. اوكي، السلام عليكم. اوكي باك، مش عارف شو كنت تحكي. فحتى اني انا لما بدي انزل اي برنامج معين لازم اني انا اصل قبل كل اشي اتعلم الحماية، لانه انا لما اتعلم مثلا كشف التلغيم والحمايات افضل مني ابلش اول اشي افوت في عالم الاختراق، لانه يعني عدم المؤاخذة عالم الهكر كلهم أكثريتهم أكثر، يعني أكثر الهكر مش كلهم ولكن أكثريتهم يعني خبيثين، بحاولوا إنه قدر الإمكان يخترقوا ناس عرب. أنا اليوم خليت في عندي ناس عرب حتى أوريكم للأسف إحنا العرب قديش ما عندنا خبرة، يعني أكثريتهم بيجون من العراق، من الجزائر، يعني من ناس ثانية. انا اصلا ما بخترق عرب، ولكن حتى اوريكم قديش احنا عندنا العرب ما عندنا خبرة. يعني انا كنت قبل كم يوم، يمكن انا شفته في الدرس، عملت لكم شرح تلغيم وزي هيك، فانا ملغمه اصلا للاجانب، ولكن بتفاجأ في نفس الوقت انه العرب بينزلوا هاي البرامج. انا اكثر يعني اكثر من مرة بحاول اني قدر الامكان اعمل هاي الشروحات حتى اني اوعي الناس، ولكن للاسف الناس اكثريه العرب هم اللي بينزلوها، واكثر العرب هم اللي بيجوهن يعني، وهي يعني هذا اشي خطير، لازم يعني انا عشان حاولت اني اعمل هذا حتى يصل قدر الامكان، يعني قدر الامكان حدا انه يستفيد منه على اي حال. فانا بالنسبه للاشخاص المبتدئين في الهاكر، فانه يحاول انه يتعلم كشف التلغيم، وفي دورات كثير كبيرة موجودة في اليوتيوب، وفي دورات كثير موجودة في المنتديات، حاول انك تتعلمها بإتقان، تتعلمها يعني بشكل متقن، ما تمشي عليها
تعبر عبور الكرام، لا تتعلمها بأسلوب إنك تفهم. أوكي طيب، هسا إحنا خلصنا من شغلة الهاكر، يعني الأشخاص اللي بتعلموا الهاكر، زي ما حكيت لك إنك يعني ممكن حدا من خواتك يعني أو حدا من أهلك يكون بيستخدموا كمبيوترك الشخصي وأنت بتستخدم عليه هاكر، فإذا يوم من حدا من الأيام كمبيوترك تعرض للإختراق ف شيء مش منيح، يعني يسحب صور خواتك أو صور أهلك أو يجسس على أهلك، فهذا شيء مش منيح. لو إنك أنت مثلا لحالك تخترق، يعني تستخدم وحدا اخترقك، تفرقش معي. أنا بالنسبة لو حدا يوم من الأيام اخترق جهازي ويعني اخترق، ما بتفرق معي لأنه أنا لحالي يعني بستخدمه، يخترق اللي بده إياه، أصلا فيش عليه شيء يعني حتى إنه يقدر يخترق. بس بحكي لك كمثال يعني، فانه زي ما حكيت لك انك حاول انك تستخدم كمبيوتر الك وتتدرب عليه شوي شوي، ومع الممارسة انت ما لما انت تعرف، يعني لما انت تعرف اساليب الاختراق في نفس الوقت انت بتعرف كيف تحمي نفسك. تمام. طيب هسا احنا خلصنا من موضوع المبتدئين في الهاكر، خليني اوجه للمبتدئين اللي ما بيعرفوا اشي عن الهاكر. اوكي هلا بالنسبة للأشخاص المبتدئين اللي ما عندهم خبرة شوي في الهاكر، لازم أعطيك شوي هيك لمحة على السريع على السريع شو الأساليب أو شو الطرق اللي بيتم اختراق فيها الأجهزة. طيب هلا في عندك الأمر الأول، بيخترقوا الأجهزة عن طريق مثلا البرامج المساعدة في الاختراق، كمثال مثلا عندنا برنامج النجرات. هلا هذا النجرات بيعتمد يعني بتقدر تتحكم في الضحية بشيء كامل، يعني خليني أوريك كيف. مثلا أنا في هذول عندي الضحايا، في عندي هذول أنا ضحايا، بقدر أتحكم فيه بشكل كامل، يعني زي كأني أنا مثلا قاعد على الجهاز. يعني هسا أنت لو تم اختراق جهازك، شوف إحنا شو الهاكر بقدر يتصرف بجهازك وشوف قديش خطورته. أوكي مثلا انا بقدر اتصفح جهازه، يعني بس عشان النت عندي بطيء، بس شوي. اوكي يعني هسه انا بقدر اشوف الديسكتوب، يعني بقدر اشوف صوره، بس خليه يفتح شوي. اوكي يعني بقدر اني اشوف صوره، وبقدر يعني بقدر اسحب اشي من جهازه، مثلا بقدر اسحب البرامج الاشياء زي هيك، بس انا عشان النت عندي بطيء للاسف يعني. اوكي بس خليني اوريكم كيف، يعني بقدر المهم اتصفح واخذ منه الاشياء اللي انا بدي اياها. ممكن كمان اني اقدر اشوفه كامل لو كان موجود عنده، بس ما اعتقد اني اقدر لانه النت عندي بطيء، بس نشوف نجرب. للأسف. طب خليني أشوف واحد تاني. للأسف العرب عندي أنا أكثريتهم. على أي حال يعني بقدر مثلا يعني أسحب أشوف أسمع صوته مثلا على، يعني لو كان عنده ميكروفون، أو مثلا أقدر أسحب الباسوردات تبعته أو أتجسس على الكيبورد عنده أو أشوف حتى شاشته. يعني مثلا لأن عشان نطبق على العربي، يعني مثلا طلع لنا زي هيك، هذا هو شاشة الضحية، يعني بقدر أتحك، يعني بقدر أشوف شو قاعد بيعمل. أنت شايف يعني متخيل أنت قديش خطورة الموضوع، يعني خاصة لو كان مثلا حدا من خواتك أو حدا من أهلك، يعني بيشبك على نفس الكمبيوتر اللي تم اختراقه، فيعني أمر خطير جدا. فهاي هي شوي نبذة عن اختراق الأجهزة. هلأ كيف بيتم اختراق الأجهزة غير النجرات؟ مثلا بتقدر مثلا الهاكر بيقدر يخترق الأجهزة عن طريق مثلا الكالينكس أو الباك تراك. طبعا بيخترقوه مثلا عن طريق البايلوت أو الباك دور، أو مثلا يعني مثلا البرامج اللي بيستخدموها أو الأدوات اللي بيستخدموها، اللي هي مثلا الأرميتال أو الميتا سبلويت.
يعني هاي الأدوات بتتيح لك إنه تقدر تخترق الأجهزة عن طريق مثلا الاي بي الخارجي تبع جهازك. هلا لكل جهاز في له اي بي معين خاص فيه، فهو لو الهاكر استطاع يوم من الأيام إنه يحصل على الاي بي تبعك، فهذا الأمر شوي خطير، يعني إذا كان الهاكر متمكن. أما إذا كان الهاكر شوي يعني نص ونص، ما يعني ما بقدر يعمل لك شيء، لأنه مش كل أجهزة بتم اختراقها عن طريق الاي بي إلا الشخص المتمكن. هلا لكل هاكر زي ما حكيت لك إنه له أساليب الخاصة. في عندك هاكر مبتدئ، في عندك هاكر نص ونص، في عندك هاكر محترف. هلا الهاكر المبتدئ بيعتمد اكثر اشي على البرامج النيجرات زي هيك، اما الهاكر المتوسط بيعتمد على النيجرات والكالينكس. هسا اوريك كيف شكل الكالينكس. طبعا اكثر اشي بخترق عن طريق الكالينكس. هذا هو الكالينكس، طبعا هو عبارة عن زي نظام الويندوز، مثل نظام الويندوز، ولكن في أدوات معينة بيستخدمها الهاكر في الاختراق، مثلا اختراق الأجهزة، اختراق الواي فاي، يعني عدة في عنده عدة يعني عدة أدوات بيستخدمها في الهاكر. أنا عارف إنه الشرح راح يطول شوي، بس أنا بحاول قدر الإمكان إني أبسط لك إياه، إنه أفهمك إياه. أوكي طيب، هلا في عنده يعني زي ما حكيت لك انه الهاكر انواع. مثلا في عندك هاكر بيقدر يخترقك عن طريق الهندسة الاجتماعية، او ما يعرف بالسوشيال انجينيرينج. طبعا الهندسة الاجتماعية هي عبارة مثلا اني اخذ منك معلومات معينة انا بستخدمها في الاختراق. طبعا انا سبق شرحت الهندسة الاجتماعية، ولكن راح اشرح لك اياها على السريع. يعني ممكن اني انا اخذ منك معلومات انا شخصية بتخصك انت، انا استفيد منها، مش شرط انه استفيد منها في الاختراق، لا، ممكن اني استفيد منها في حياتي الشخصية. مثلا انت ممكن يكون عندك سر معين انت مش حاب انك تحكي لي اياه، انا بذكائي بقدر اجرك بالحكي، او اني شوي شوي على انه بعديها تحكي لي السر، تحكي لي السر وانت مش داري عن حالك. هذا هو الهندسة الاجتماعية. يعني الهندسة الاجتماعية بمعنى اني اخذ منك معلومات معينة انا استفيد منها في مصالحي الشخصية. اوكي، هذا هو الكالينكس. طبعا الكالينكس زي ما حكيت لك انه الهاكر بيستخدمه مثلا في اختراق الأجهزة، في اختراق المواقع، في اختراق مثلا الواي فاي، يعني حسابات الإنترنت، بقدر يشبك منك إنترنت. طبعا بالمناسبة ضروري ضروري، يعني الأشخاص المبتدئين ضروري إنه يحمي الراوتر تبعه، يعني بحيث انه لو في مصاب الراوتر تبعك مصاب بثغرة الوي بي اس، حاول انك تلغيها. وهي ثغرة الوي بي اس بتكون اكثرية في راوترات التبي لينك، فحاول انك تلغيها. مع هيك يعني مع هيك انك تحط كلمة سر غريبة، يعني مش كلمة سر 1 2 3 4 5 او اشي زي هيك، لانه بيخمنوا عليك. فلو تم اختراق مثلا حتى الراوتر تبعك، لو تم اختراق الراوتر تبعك وكان اللي اخترقه انسان متمكن، ممكن يقدر يخترق جهازك عن طريق الراوتر بدون ما يبعث لك اشي حتى. تمام، يعني بيقدر يخترقك عن طريق الكلينكس بدون، يعني بيخترق الاشخاص المتصلين مع الشبكة، فهذا كمان امر خطير جدا. اوكي، هلا الاشخاص المبتدئين دائما كون حريص انك ما تستقبل من حدا اي شيء بغض النظر. يعني لو شخص حدا حكى لك انه خذ فوت على هالرابط اعمل اي شيء، حاول انك تعمل عليه سيرش، يعني مثلا على جوجل، انه حتى الرابط، يعني الرابط اللي اعطاك اياه حاول انك تعمل عليه سيرش، حتى انك لو ضغطت عليه ما تتعرض، تشوف انه هو موجود في محركات البحث عن جد او لا.
الأمر الثاني، دائما دائما يعني الأشخاص، الأشياء اللي أنت بدك إياها دائما خليها عندك على فلاش أو على سي دي. يعني مثلا أنا عندي فيديو معين، تمام، أنا هذا الفيديو اللي عندي، أنا هذا شيء مهم، بحاول قدر الإمكان إني أجمع هاي الأشياء اللي بدي إياها وأحطها على فلاشة أو على سي دي، بحيث إنه يوم من الأيام لو صار لجهازي أي إشي أكون أنا الأشياء المهمة موجودة عندي. يعني ممكن إنه هاكر يمسح لك الأشياء الضرورية اللي عندك، يكون هاكر نبذ يمسح لك الأشياء الضرورية اللي عندك، وبعدها أنت صرت تولول، يعني صرت تندم، تحكي يعني تعبك وشغلك وأشياء زي هيك تروح على الفاضي، طبعا بتنجن. فدائما يكون عندك أشياء مهمة دائما تكون محتفظ فيها. الأمر الثاني، دائما خليك كل شهر أو كل أسبوع حاول إنك تفرمت الجهاز، مش خسران شيء أنت. يعني لو كان عندك مثلا خاصية الريكوفري، هي بتكون موجودة في أكثر اللابتوبات. يعني أنا لابتوب تبعي اتش بي موجود في عندي خاصية الريكوفري اللي هي بتعيد لك ضبط المصنع، يعني زي كأنك شريت اللابتوب، ليس كأنك شريته من المصنع يعني. فدائما هيك حاول انك تفرمت الجهاز او انك تحسنه بحيث انه تضمن نفسك، لانه ممكن انك تتعرض للاختراق وانت مش داري عن حالك. يعني يمكن تكون انت حريص حريص جدا وتم اختراقك وانت مش عارف عن حالك. فدائما يكون عندك يعني انك تفرمته، ما بتخسر شيء، يعني انك تخليك دائما حريص، يعني دائما تكون متيقن وصحيح على حالك. ويعني حتى البرامج الانتي فيروس، يعني هي اوكي مهمة، ممكن انك تكشف لك اشياء. يعني ممكن يكون سيرفرها مكشوف، يعني يكون عندك انت برنامج الانتي فيروس مكشوف في عنده السيرفر، فانه ممكن انه يكشف لك اياه. فيعني يعتبر انه شيء بس منه ما تعتمد عليه بشكل اساسي. والاشخاص المبتدئين حتى انه يتعلموا حماية الاجهزة وحماية يعني حماية حساباتهم، حتى انه يعني يكون عنده شوية خبرة. انا بحاول اني اعطيك اياه هيك، يعني اعطيك اياه صوتي، لانه هاي الاشياء ما بدها اشياء صوت، بدها شروحات. انا والله بحاول اني قدر الامكان اعمل دروس حماية، ولكن انا بعرف متيقن 100% انه ما بتفيد بشكل اساسي، لانه انا بعرف انه في اكثر الناس ممكن يعتمدوا على الاشي. انا بفضل انه كل شهر او كل شيء انك تفرمت الجهاز وتحرص على حالك. الامر الثاني، حاول انه قدر الامكان ما تحفظ الباسورد. يعني لما تفوت على الفيسبوك او شيء زي هيك، ما تحفظ عندك يعني ما تعمل سيف باسورد، دائما خليك يعني ما تحفظه، لأنه ممكن إنه الهاكر يقدر مثلا زي هيك، يعني استنى شوي، يعني يمكن يقدر يجيب باسورداتك. بس الله يكون النت سريع شوي. شايف يعني انت قديش انا عندي حسابات، بقدر هاي يعني هاي عنده اليوزر نيم، هاي عند الباسورد، هاي الايميل، وهي عندي انا الباسورد، كل نفس الاشي. يعني بقدر اسحب انا الباسوردات تبعه. فانت شايف قديش الخطورة يعني تبعته. فلازم تكون صحيح حالك، ودائما يعني دائما حاول انك تشوف دروس ثانية غير هذا عن الحماية وكيف تحمي نفسك. كنت حابب هيك يعني ازيد فيها اشياء كثير، بس الظاهر انه طول الشرح كثير، فانا مش حابب انه يطول اكثر من هيك. وبس هيك.